انطلقت في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين البازار الثاني وتحت شعار هلا رمضان بمشاركة العشرات من منظمات الطوعية والمحال التجارية في المدينة. طبعا بازار هلا رمضان هذا البازار الثاني من نوعه في صلاح الدين في تكريت خصوصا بعد البازار الاول اللي بازار الفرح اللي قمناه في داخل تكريت. هذا البازار داخلي مصغر ميني بازار قام يطلق عليه. الفكره منه هي سوق مفتوح، فكره متوارد موجوده بكل دول العالم بشكل يومي. احنا في صلاح الدين نريد ننقل هاي الثقافه وننقلها لواقع المدينه. المدينه محتاجه فعاليات ثقافيه، فعاليات انه تدمج بين المجتمع المضيف والنازحين. الاغلب المشاركين الموجودين من اهالي بيجي اللي بعدهم نازحين يعتبرون، وايضا من اهالي الشرقاط، وايضا موجودات طالبات عندنا متخرجات من الجامعه. تعرف العراق ما في تعيينات، فهم عندهم حرف يدويه، عندهم مهارات، عندهم صنعات، فيجون يعرضوها للناس يشوفوا يروجون عنها يسوقون عنها في هذا البازار. هدف من عنده هو مثل ما قلت الدمج بين المجتمع المضيف والنازحين، ايضا الدمج بين الروح الثقافيه والروح الاخويه بين الاهالي. عشرات الاعمال الفنيه واليدويه عرضت في البازار، والتي اختلفت عن البازار الاول بروعه وجوده المعروضات، والتي امتازت باسعارها التنافسيه عما معروض في الاسواق المحليه، فيما اكد القائمون على هذا البازار انه يهدف بالدرجه الاساس الى رسم الفرحه والابتسامه على شفاه سكان المدينه، والذين مروا بظروف انسانيه صعبه جراء النزوح والعمليات العسكريه التي شهدتها المدينه منتصف العام 2014 لحين عودتهم مطلع ابريل عام 2015. جت فكره قيام البازار من تجمعات اللي على الفيسبوك البنات اصحاب البيجات، اتفقنا معاهم انه نسوي مشروع بازار بتكريت، وهو فكره كلش جديده يمكن بدون اي دعم، مجرد مجهود شخصي حتى نقدم لهم فرصه للتعرف على الزبون ويعني يكونون على احتكاك مباشر وياه. فائدته طبعا احنا نقدم لهم فرصه عيش، فرصه استثمار جديده، والاسعار طبعا تختلف جدا عن السوق، لان بالسوق تدري هي محمله. هنا أنا صاحب الطاوله وصاحب الحرفه صاحب الحرفة ما عنده شيء لود عليه حتى يزيد الأسعار، فهي كلش تنافسية، وأيضا هي مناسبة حلول الشهر الكريم الله يعود علينا إن شاء الله يكون بالخير واليمن والبركة على الجميع، فهي تكون أرخص. نعم، هي إحنا عندنا هنا فكرة، أي عندنا فكرة إنه ندعم صندوق الأيتام، يرممون حاليا دار الأيتام دار الحنان. طريقة هذا البازار به فوائد، يعني هو راح يكون دعم للفقراء وللأيتام، وحقيقة أيضا اللي اليوم المتاجر المشتركة بهذا البازار هي مسوية تخفيضات دعم لكل أصحاب الدخل المحدود، وحقيقة بمناسبة شهر رمضان المبارك اقترابه علينا إن شاء الله يكون شهر خير وبركة على مدينة تكريت والعراق عامة، راح يكون هنا تخفيض للأسعار ودعم للأيتام والفقراء. لبرنامج سامراء الصباح مصطفى الوحادي، قناة سامراء الفضائية.